FM. الكلمة ليك مع منصف ضيب. قاعدين نحضروا في مسرحية في نفس الوقت, مسرحية جديدة في نفس الوقت, باش نفتحوا فضاء ثقافي جديد اللي هو مسرح وسينما. مبروك عليكم. يبارك فيك. اسمه سيني فوغ في الكرم. بزلت الأشغال متواصلة, الأشغال في التمارين بتاع المسرحية وأشغال في القاعة. إن شاء الله في أقرب وقت أكون باغالي تبرفو وتبنيو. نبرفو ونبنيو وكل شيء بلاش فلوس, حتى كي كل ما نجي أربع سور دي نتقدمو, ما نجيش الفلوس نتقدمو كمام. حتى اللي نلقاو. لا سهل ياسر, فما برشا رجال أعمال تنجم نعطيكم برشا فلوس وحزب سياسي. فما احنا كنا نظن اللي يمكن في مشاريع كن هكا وزارة الثقافة تنجم تعاون, خاطر قاعات السينما قاعدة تسكر وإحنا قاعدين نحلوا في قاعات السينما. قاعات المسرح ماهيش موجودة, إحنا قاعدين نحلوا في قاعات ضد التيار. ما تنكم ضد التيار تماما. وفي في في بقعة تعرف البونليو الكل يحكي البونليو 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 البونليو, ما فيها كان زفير وزفير ومدار معناتها في الكرم حلق الواد وأحياء شعبية, معناتها ما عادش فيها قاعات سينما. معناتها تعرف حلق الواد فما ثلاثة, كرم زوز, سلام بوحدة. معناتها كانوا قبل توا 20 سنة التالي معناتها في البونليو بركة كانوا فما 12 قاعة سينما. توا ما عاد فما توا ولا روبافيكا ولا مطعم اللي ولا شنو. لا بيسالش خلي المطعم وخلي روبافيكا, هذا الكل لازم. لا هذا الكل لازم, ما نقول ماكلش لازم أقصاها, لكن الثقافة لازم تكون موجودة خاطر هي اللي تحرك الحومة. اي دونك الفضاء على تياترو هكا تلفيق جبالي على مدار. لا 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 لا, كونسيبت جديد كومبليتمون. احنا ما عادش نمنوا بالهذه دار ثقافة ودار شباب وكل هذا الوقت تعدى. معادش هو النوع من مش دار ثقافة لكن فضاء ثقافي ترفيهي, أيضا فيه كافيتيريا, فيه فضاء للعروض المسرحية, فيه فضاء للعروض السينمائية, فيه ورشات, فيه لقاءات. معناتها فضاء كما تقول أنت القهوة بتاعك هنا. احنا نعمل قهوة للناس اللي جيت ونبي اللي تخمم فيه ما فماش اللي خمم فيه هنا البربرية ما فماش. معناتها كل العروض نتاع لي كوب اللي ندخلوا لا 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 معناتها العاده ولات في تونس المحل هذيك. هذاك وقت اللي يبدا الفضاء معناتها هو بيدو الماليه ما يحترموهش ولا ما يحترموه حد. احنا عندنا مشروع اللي يلزم يكون فيه اللقاءات الفنانين الكل باللي ديسيبلين نتاع نتاع الفن كلها موجوده. نفس اخر اون بلوس على الاقل نفس اخر حاجه جديده. هذا معناتها فيما يخص والحدث الاخر اللي هو معناتها كما مضيفني باش نحكيو على الفيلم ديجا بعد شويه بيان سور. كاب اف ام الكلمه ليك.